السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم سيما ستايل مع موديل جديد وانيق تيجي غزال في اللبسه ويصلح لهذا الشتاء هذا دونك عندنا غادي دائما نخدموا بلا طاي ال دونك الا عندكم بغيتو تستعمل في شي موديل لي ديالكم عليكم الا تصيفطوا ليا لي ديالكم دونك هنايا غادي نبداو بلي نورمالمون تناخذوا القياس ديال الصدر من من الظهر ماشي من الامام هنا غير تلفت في المانكا دونك الدوره ديال الصدر دائما ما تنساوش توضعوا ربعه ديال الاصابع ما بين سنتيم و لو وتحركوه هكايا في في في, في باتجاه دوراني باش يكون لباس مريح ثم غندوزو مباشره للتور دو باسان هذا القياس ديال الباسان غير باش نتاكدوا ان اللباس مايجيش مضيق من التحت خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم الارداف اعراض دونك علو الارداف من الكول دائما من الجنب ديال الكول ندوزو على الصدر حتى الارداف وبالنسبه للطول ديال لي مونش فاحنا ضروري نطلبوا من الزبونه انها تطوي يديها عاد باش ناخذوا القياس ثم الدوره ديال البواني الكف المرفق من الاسفل دونك هادو هما القياسات اللازمه كي كتشوفوا معايا رسمت ديجا واحد المستطيل باش نختصر عليكم عليكم الوقت فيه 75 سنتيم لان الثوب مطوي على جوج نورمالمون اغلبيه الثياب فيهم مترو ونص في العرض دونك الا طوينا على جوج تيعطينا 75 سنتيم وعلى الطول ديال لافيست اللي بغيتو اولا المونطو دونك انا هنا درت 77 سنتيم وزدت 4 سنتيم ديال العطفه من الاسفل دونك الكول غادي نطراسيو 8 على جوج فوالا وغادي نرسمو الكتاف مقسومين على جوج زائد واحد سنتيم يعني واحد وعشرين سنتيم ومن بعد غنطراسيو في نفس الوقت دورة الصدر مقسومة على ربعة زائد ستة سنتيم يعني لجميع لي طاي كنقسمو دورة الصدر على ربعة وكنزيدو ستة سنتيم فوالا كنهبطو بها حتى الأسفل وكنطيحو الكتاف بخمسة سنتيم على هذيك الخط كنرسموا واحد الزاويه القائمه اللي غادي نهبطوا عليها بواحد القاعده يعني بالنسبه الى كانت لاطاي اس ولا ام فاحنا كنهبطوا هنا ب 23 سنتيم فوالا غنكتبهم هنا الا كانت لا S اس ولا ام كنهبطو ب 23 سنتيم لا L ال ولا اكس ال كنهبطو ب 24 سنتيم وابتداءا من لا XXL اكس ال كنهبطو ب 25 سنتيم بما انني هنايا كنستعمل لا طاي ال دونك غادي نهبط ب 24 سنتيم voilà دونك الان هنا هبطت بالعلو ديال الارداف عندي 60 سنتيم رسمتها بخط متقطع هبطت الجلايل من التحت وقسمتها على جوج ومن بعد غادي نجمع هنايا الجنب وغادي نستعمل ديك 4 سنتيم ديال العطفه باش نرسم هذا المنحنى هذا باش ما يجيووش الجناب هابطين دونك هنا الثوب مطوي فقط على جوج ماشي على اربعه دونك غادي نعاود بلون مغاير على القطعه الخاصه بالظهر هنا هذا الجزء هذا راه مسدوده ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الخاص بالامام دونك هنا بالنسبه للامام غادي نخلي واحد ثلاثه د انا خليت ثلاثه آه ثلاثه سنتيم عفوا ديال الكروازمون بغيتو ديرو الا بغيتو ديروا الصدايف ما عليكم الا غادي يجيو الصدايف فقط غير من هنايا في, من جهه لاطاي لتحت لانهم الفوق كي شفتو تيجي مفتوح دونك هنا ثلاثه سنتيم فقط للكروازمون الا بغيتو ديروا واحد تكتكات ولا صدايف خليو أربعة حتى لستة سنتيم دونك هنا تراصيت نفس الشيء دوره الصدر مقسومه على 4 زائد 6 سنتيم هبطت بها حتى الاسفل وهبطت ب 5 سنتيم وبالنسبه للكول فانا درت 8 ثم غندير الزاويه القائمه بحال الظهر كيف ما درنا في الظهر وغادي نهبط بها ب 24 سنتيم اللي كتمثل ليا الكتاف دونك هبطت هنا نيشان طلعت ب 4 سنتيم رسمت هاد المنتصف هنايا الوسط وقوست هاد الجزء هذا دونك الان غادي ندوزو باش نرسمو نكملو الكول دونك الكول غادي يكون فيه 8 على 25 يعني غنجي لهنا وغادي نرسم 25 حتى ل 30 اللي بغات الكول يجي مفتوح مزيان دير حتى ل 30 35 ثم تنستعمل البيروكي او لا يمكن لك ترسمي فقط بالتقوسي باليد ديالك فوالا voilà. دونك هذا هو الجزء الخاص بالامام غادي نطراسي عليه مره اخرى دائما كنلونو بلون مغير باش تيجي واضح وباين لانه ملي تيكثروا علينا لي باترون وهنا التوب دائما مطوي لا جوج ماشي على اربعه دونك قلت كي قلت لكم ملي تيكون هكذايا ملون تيكون داكشي منظم وتيجي باين لان ملي تيكثروا لي باترون ما تتبقايش عاقله مزيان على لي ديتاي ديال كل موديل فوالا دونك هنا غادي نلون هذا وندوزو باش نرسمو البارمونتور اللي غادي نفينيو بها الكول سواء للامام او للخلف دونك هنايا غادي ندير فيها 10 سنتيم هنا بما انه التوب شويه غليظ دونك الا درنا البارمونتور غليظه غادي يجي غليظ بزاف دونك الا كان التوب غليظ ديرو ديرو 10 سنتيم والا كان التوب شويه رقيق تقدروا ديرو حتى ل 15 سنتيم كل ما كانت البارمونتور عريضه كل ما تيكون اللباس مفيني مزيان يعني حتى الا تحلات ولا فتح فتح الريح كيبقاش يبان داك التبطين وديك الخياطه وديك وداك الشيء من الداخل دونك هذا البارمونتور ديال الامام بنفس الطريقه البارمونتور ديال الدار حتى هي غنديروا فيها عشرة على عشرة يعني داكشي الشيء اللي درنا في الامام تنديروه في الخلف دونك الان غادي ندوزو باش نرسمو الباترون ديال لي مونش اللي تيجيوا هكذايا دايرين بحال خياطه مخزنيه وفيهم لي بليف في المعصم فوالا voilà, دونك انتبهوا معايا هنايا راه فايتنا درناها في في في, في لاغوب نوار اللي يلا شاركت معكم هذه شي يومين دونك هنايا الطول حتى في الطبيه هو 60 سنتيم بالنسبه للعرض الا كنتو اس ولا ام يعني عندكم 23 سنتيم فانتو ما ديروا 22 كنتو ال ولا اكس ال 24 دونك ديروا 23 كنتو دوبل اكس ال 25 دونك دائما ديروا 24 دونك دائما كنقصوا سنتيم ديال الخياطه ديال الكتف Voilà. دونك هنايا بالنسبه لهنا عندي دونك هنا عندي الكتاف مقسومين على جزء زائد واحد سنتيميه واحد وعشرين دونك بشحال زدت هنايا باش طيحت الكتاف زدت تناشر أه 12 سنتيم دونك هنايا ستين سنتيم غنحيد من هاديك تناشر سنتيم وغادي نستعملو باش ندير بيه لابوند من التحت دونك هنايا بالنسبة لابوندا في بما أنني درت 12 سنتيم دونك لابوندا يكون فيها ستة سنتيم اللي نطويوها على جوج بالنسبة للعرض فهي دورة ديال المعصم مقسومة على جوج زائد واحد سنتيم تنين عشرين مقسومة على جوج حداش زائد سنتيم هي تناش دونك يجيني مربع ديال 12 على 12 سنتيم غادي نستعملو باش ندير بيه دوك لي بوند ديال لي مونش في الأسفل دونك التوب هنا مطوي على ربعة دونك هنايا داكشي القياس اللي بقى لي غادي نحاول انني نعاود نرسم في, في ورقه مغايره باش تفهموا اكثر كيف ما درنا في الموديل السابق دونك كي كتشوفوا هنايا معايا هاد الرسم هذا دونك هنا بالنسبه للكتاف قلنا عندنا الكتاف مقسومين على جوج زائد واحد سنتيم حسبوا داك القياس شوفوا شحال عطاكم دونك هنايا رسمنا دوره هنايا القياس ديال لي مونش اللي عندكم ثم حسبوا شحال عندكم في دوره صدر مقسومه على 4 زائد 6 سنتيم علموها وشوفوا شحال زدتو يعني شحال الفرق ما بين الكتاف مقسومين على جوج زائد واحد سنتيم مع دوره صدر مقسومه على 4 زائد 6 سنتيم انا الفرق بيناتهم هنا عندي 12 لحيتها اللي حيتها واستعملتها فلي بوند دونك داكشي اللي بقى لي اللي, اللي غنزيد على 12 سنتيم باش نكمل القياس ديال المونش 60 هذه تبقى لي 48 سنتيم يعني هذا الجزء هذا اللي بقى هنا هو اللي عندي هنا الا حسبته بالمسطره راه غادي يعطيني 48 سنتيم 48 سنتيم ملي نزيد عليه هذيك 12 سنتيم هي 60 سنتيم ديال الكتف هنا بما انني طيحت الكتف 5 سنتيم فحتى انا غنطيح الكتف هنا ب 5 سنتيم يعني بحال كنكمل هذا الجزء فوالا دونك هنايا غادي نعاود عليه هنا غندير ايكونو لي بلي دونك تشوب مطوي على اربعه وهادو هما لي مونش نعاود عليهم بلون مغاير وندوزو باش نشوفو البتي كروكي كيفاش غادي يجي الشكل النهائي دونك هنا بالنسبه للكتاف فانا ديجا للكمام uh, عفوا ديجا شاركتهم معكم في الموديل ديال الفستان الاسود ديال المحجبات دونك بنفس الطريقه غنجمعو الكمام نجمعو لي بوند هما الاولين نلصقو فيهم الكمام سو فورم د هكذا دي بلي لي تيكونوا كبارين باش تيبان الموديل متديروش لي بلي صغارين هنايا يعني تقدروا تزيدوا كاع هنايا الا بغيتو يجي هكذا بوفون مزيان دونك ابري نجمعو الكمام ونصايبو لابارمونتور ديال الظهر فايت لي شاركتها معكم في نفس الموديل دونك لاباس انني نعاود نذكركم بالطريقه ديالها دونك هنا كي قلت لكم كناخذوا الثوب نطويوه على جوج تنطراسيو عليه القطعه ديال الظهر وتنمل تنحيدوها وتنديروا القياس اللي بغينا ديك العشرة سنتيم مثلا اللي درنا هنايا وكنقطعوا بنفس الطريقه حتى في الامام بنفس الطريقه حتى في الامام كناخذوا القطعه ديال الثوب كنطويوها على جوج كنتراسيو عليها القطعه ديال الامام نأخذ القياس اللي بغينا في لا بارمونتور وعاد كنقطعوا دونك هذا آه هادشي اللي كاين دونك euh, كنتمنى ان الموديل يكون نال الاعجاب ديالكم وي, ويكون ساهل وخفيف عليكم يكون الشرح مفهوم دونك الى عجبكم الموديل ما تنساوش ديروا ليا جيم باش نشارك معكم المزيد والمزيد من الموديلات الجميله والرائعه اللي, اللي عندي دونك نتمنى ان نكون خفيفة على قلوبكم والشرح يكون واضح وباين ما تنسوش لي جيم ما تنساوش التعليقات عندكم اسئله طرحوها دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله السلام عليكم